نبدأ شباب اليوم نكمل في اللي هو المرة الماضية كان ايش كان كنا نحكي؟ أعطيناكم introduction في اللوجيك بشكل عام وركب وخلصنا شو هو the propositional logic. هلا اليوم بدنا نأخذ طرق بالعربي طرق الاستنتاج طرق التفكر كيف طبعا للماكنة مش للإنسان هلا خلينا أول واحد تعرفوه أنا ما أتوقع شيء هي اسمها نيميريشن مثلا اللي هي إيش تروث ثيري التروث ثيري تعرفوا بنحط كل الاحتمالات صح زي هو مثلا نقول let الفا ايكوال اي الفا ايكوال اي اور بي والنولج بيس اي اور سي ام بي اور نوت سي هلا بدنا نسال هل النولج بيس ديتيلز الفا تعرفوا شو معناتها ديتيلز الفا كمان مره يعني هاي كويري يعني زي واحد بده يقول في الوانس اوكي هلا بيعرفوا القوانين وبيعرف الحاله اللي هو فيها بقول اروح هناك او مثلا اذا رحت هناك بموت وبربح ولا هيك بصير فهي عباره عن كوين فاحنا شو بنسوي؟ تتذكر شو هاي الكلمه معناها الموديلز؟ شو معناها موديل؟ تذكري شو معناها موديل؟ كملي إيه معلش اغلطوا بصوت عالي مش عارفه المعنى شو اسمك انت دعاء دعاء هذا يمكن البروسيجر اجي زي هيك الموديل كوثر ناسي انستنس ذكروني اسماء انا نسيت وفاء وفاء هي انستنس من ال انت بيهم مثال تتذكر مثال اعطتنا اياه مثال شو المثال؟ الانتاج انه ايش الموديل في داتا بتكون مخزنه او بكل حاله الداتا بالوقت هذا شو انستنس من بيرسون اسم؟ رغده ستودنت تيتشر هذا الانستنس من بيرسون؟ واحد فيهم ها؟ واحد شخص انت موديل من بيرسون ها؟ انت موديل من بيرسون يعني انا موديل استاذ انت موديل ولا فشو الموديل شو اللي هون هلا هون لما في عندنا اي بي سي شو الموديلز من اي بي سي فولز شو بروبوزيشنز هذول يا فولز هذا موديل مضبوط كل احتمالات الانستنسز اللي مسميها انا مش الانستنس الاريج الانستانسيشن كلمه احسن كل احتمالات الانستانسيشنز يعني هاي هي المودلز هاي هي المودلز للواقع الواقع هذا ف وي تشيك اول بوسيبل مودلز اي ماست بي ترو وين ايفر نولج بيس از ترو بتعرفوا مضبوط هاي هي النيوميريشن ميثود وهذا يعني هذا الالجوريثم انا بديش بل هلا ايش؟ احنا كيف بدنا نحصل لو في عندنا لو بدنا نسوي برنامج كيف بدنا نحصل الالجوريثم؟ نعمل فيرست ديبث انيوميريشن عشان نروح على كل المودلز وهذا ايش؟ ساوند اند كومبليت مظبوط؟ ساوند ديبث انيوميريشن شو يعني ساوند؟ شو اسمه؟ ايمان شو يعني ساوند؟ صح كل واحد يقول اسمه كم ما يس الياس شو يعني ساوند؟ يعني صح يعني شو يعني ساوند؟ يعني بسوي الجوريثم صح وبطلع نتيجه صح؟ استاذ انه اذا اعطوني جواب بكل شيء راح يكون اسمه كم ما يعني مهيرة اذا اعطوني جواب بكل شيء اذا اعطاك جواب بظن جواب صح طيب شو معنى طيب شو معنى كومبليت؟
ها؟ جوابي هيك. بس دايما في جواب. جواب إذا في جواب بعطيني. إذا في جواب بعطيني إياه. فسام إنه تعطيني جواب الجواب صح. كومبليت إذا في جواب بعطيني. طيب هل الفيرست أوردر لوجيك محمد؟ هل الفيرست أوردر لوجيك سام؟ روان؟ لا. الفيرست أوردر لوجيك سام؟ نهال؟ لا. طب البروبوزيشنال لوجيك؟ ما هذول مش البروسيجر. هذا كل سؤال غلط. احنا ما نتفقش اللوجيك سامكم ليه؟ البروسيجر الميثودولوجي يعني زي النيوميريشن ميثود هاي الطريقة بنقول انها سام أو كومبليت إلى آخره. طيب نوغل الثاني سهلة جدا اللي هي شو اسمها؟ مرت عليكم؟ سكريت موداس بونينس. هاي شوف الكالشو إذا ألف إمبلايز إمبلايز مش إمبلايز بيتا وفي عندنا ألفا زي ما احنا عندنا هذول الحالتين اف اي ذن بي ايه سوري يعني اف الفا ذن بيتا وعندنا الفا اذا ذفور بيتا so means whenever any statement of the form اذا في عندنا statement بهذا الشكل وعندنا الفا if they are given then the sentence بيتا can be inferred. اوه هاي سهلة جدا صح؟ ف for example إلى عندنا الوامس أهل يعني عندك تتطلع الوامس وألاي إذا وجهك هذا الشيطان فشو بتساوي أنت؟ طخ. طب عندك أنت هذول إذا طخ. طيب في عشان نعرف هاي الأشياء خلينا نشوف يعني دوس أنت هذول حكيت عن المرة الماضية أو موجودات حتى في كتاب التسديد ما تنسي كمان زي الكتاب اللي هم اللوجيكال إيكويفالنسز. بتعرف A سوري ألفا أن بيتا شو مالها؟ إيكويفالنت بيتا أن ألفا أور بيتا إيكويفالنت بيتا أور ألفا وهل هم جرى؟ A مثلا ألفا إمبلايز بيتا إيكويفالنت لا نوت ألفا أور بيتا وهل هم جرى؟ هذول عادة بدهم بدهم ايش؟ شو بدهم هذول؟ بدهم بخف. طيب هلا تو سنتنسز ار لوجيكال ايكوفيلنت اف طلعوا لي وين؟ طلعوا شو بنعرف الايكوفيلنت هون؟ الايكوفيلنس عشان نكون دقيقين يعني من يعني نقول هذا الشيء ايكوال هذا الشيء وين ده؟ اذا كان او اف اند اونلي اف انهم اثنين ترو بنفس المودلز بنفس المودلز دائما اثنين ترو دائما اثنين ترو يعني دائما لهم نفس المودلز معناته هذول هلا هذول شباب يعني اذكركم اخذنا احنا الانفرنسنج بالنيوميريشن بعدين قلنا في اللي هو الانفرنس رولز طريقة بروسيجرز الانفرنس رولز فانت ممكن تشتق بمعنى اخر جواب بالمودس بنونس وتحول بايش؟ في هذول اللوجيكال ايكويفالنسز ماشي؟ خلينا ندخل على الريزوليوشن. الريزوليوشن هون مور انترستنج. الريزوليوشن باختصار اتس رول هلا لو في عندي انا الفا اور بي سوري اي اور بي وعندي اي اور نوت بي
شو بتقول لي؟ ايه ايه صح؟ طب ليه؟ لأن انا اقول لكم ليش. طلعوا هون شو 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 بنساوي؟ رجوا معي هاي الريزولوشن بالمناسبة يعني هي صنعة في ال 65. هلا من اذا في عندي A or B وعندي A or not B شو بيطلع لنا؟ A or not A which is reduced to B. هذا الكلام لأنه هاي بتشرب معها. خليني أدخل نرجع لهون أكثر. هلا هاي وين بدها تزبط؟ هاي الرول وين بدها تزبط؟ يا هاي وين بدها تزبط الرول؟ تزبط إذا كان دائما عندي لاحظوا بيت شو بين هاي سنتنس وهي سنتنس؟ نفس ال صح؟ لأنها إذا الجمل تحت بعض معناته في بينهم مظبوط؟ هلا بس كل جملة بحد ذاتها لازم يكفيها فيها بس or. بهاي الحالة لو إن المسافات عندي 100 وحدة بصير أقول في هون نط بي اشطبها مع البي، في هون نط سي اشطبها مع السي، اشطبها هون في فمش هتبقى ونخلي لازم بس فوق. فهاي اللي بنسميها الكونجنكتيف نورمال فور. فبدنا نحول اذا بتعطيني جمله بدنا نحولها لكونجنكتيف نورمال فور اللي هو اتس كونجنكشن اوف ذيس جنكشن. شو يعني ذيس جنكشن؟ اور صح؟ كونجنكشن فكونجنكشن اوف ذيس جنكشن هيك لازم تكون، هيك لازم تكون عندي بهاي الحاله لما بتكون عندي conjunction of disjunctions of literals طبعا زي هي مثلا A or B وفي عندنا مط A or C نشطب ايش؟ مط A مع ال وبهاي الحاله ايش احنا بنعمل انفلونس ايش؟ انه A or C وهي الطريقة سام وكومبليت. هلا بيجي واحد يسأل طب استاذ إذا ما قدرتش أحول النولج بيس تبعتي إلى نورمال فور كونجنكشن كونجنكتيف نورمال فور سي ام ان إذا ما قدرتش أحولها لازم ليش لازم؟ لا بتذكر في ايام الديجيتال في كان الكالفور الديجيتال نفس الشيء كل شيء تحول لما يكون الشيء في بروبوزيشن لوجي كله بيتحول لكونجنكت نورمال وهي الطريقه شو معناها؟ ساوند كومبليت هي اني سنتنس في بروبوزيشن لوجي can be transferred into an equivalent sentence in conjunctive normal. هاي اللي بنتعلمكم التحويل ليه؟ هلا انا في عندي في الواقع في عالم الوانس في عندي بي 1 1 equivalent ل بي 1.2 يعني في السيل 1.2 والبي في 2.1 موجود كيف احولها؟ يلا معانا شو اسمه؟ إيمان يلا مثلا بي 1 بي 1 على بي طلع شو دائما هون؟ كلك هاي بديش اشوفها هاي مش بيكون جنب النور بدها تخلص منها شو بساوي؟ بعمل بليسمنت إيمان إيمان يلا بعمل ريبليس بقول هاي امبلايز هذول وهذول امبلايز هاي فشو بساوي؟ بقول شايف كيف حولتها نفسها البي 1 1 1 راحت على البي 1 2 2 1 اند نفسها
شفت كيف؟ واضح؟ حط بين اثنين، تنسوش انه حط بين اثنين. مفهومي؟ طيب. انا برضه مش مبسوط من هاي يا روى. شو اساوي؟ اسمك روى؟ ببدل هاي، يعني هاي اشي امبلايز اشي. زي الفا امبلايز بيتا، شو بقول؟ ببدلها في نط الفا اور بيتا. لاحظين؟ لما بدلتها بقولت نط بي 1 1 اور وهاي نفس الشيء، هاي بصير هاي النط هون اور واضحة؟ طيب يا سليم، شو اللي مش مبسوطين منه هون احنا؟ ولا خلاص؟ هون هذا مش كونجنكتيف نورمال فورم. شو ليه؟ عشان في لا مش عشان في لا عشان النط زائد على اكثر من عشان هم مش ليترالز فبدنا نوزعهم بدنا ندخلها جوا لما دخلناها شو طلع عندنا؟ هون احنا مبسوطين منها؟ طب هاي ليه؟ لانه في ان فلازم بدي طب شو اسوي؟ بنوزع فبتطلع عندنا هذا حد هذا حد هذا حد بينهم ان هلا لو انا بدي اشطب هاي بتروح مع هاي وهاي بتروح مع هاي وهاي بتروح مع هاي وهذا كله هلا بنشوف ملخص الكلام كله هذا الكلام اللي قلته ملخص هون طبعا هذا من الكتاب فريزوليوشن الجوريثم هلا شو بده يسوي؟ طلع شو معناتها ريزوليوشن الجوريثم بالضبط؟ انه نوليدج بيس يعني احنا بدنا نعمل بروف انه نوليدج بيس انتيلز الفا صح؟ انها هاي تكون ايكويفالنت لا انه هاي تكون نوت ساتيسفايد نعم طلع اذا انا بسال هذا السؤال هل النوليدج بيس هاي انتيلز الفا؟ بدي اجرب افحص اقول النوليدج بيس ام نوت الفا انها اثبت انها مش انا ساتيسفاي بيها انا صرت ان ساتيسفاي اذا قدرت اثبت هاي معناته يعني اذا هاي بينت اذا هاي بينت نوت ساتيسفاي بيها معناته ايش؟ معناته النوليدج بيس انت اسالك طيب هلا احنا بنعمل جنريشن لنيو سنتنسز والكوير لنفسها. شو اللي بده يصير عندنا؟ هسا لما نحول النولج بيس طلعوا كيف؟ نحول النولج بيس لكونجكتيف نورمال فورم، صح؟ وبعدين نحط نط كبير. اعطيناكم النولج بيس. ركزوا معي منيح. اعطيناكم النولج بيس، حولناها لكونجكتيف نورمال فورم. بينت زي ما شفنا. بعدين نيجي بنحط الكويري معاها بس من فيها كم نقطة وبنبلش نشطب اذا هلا شو بده يصير عندنا واحنا نشطب؟ يا وي فايند ا كيس لايك هاي وهذا which is not satisfied which means we can't tell the query او we can't find it وبالتالي وبالتالي ايش؟ يعني اذا قدرت القى كونتراديكشن هون او اذا لقيت كونتراديكشن معناته هاي انتيلز انتيلز بس اذا ما قدرت القى او اوجد معناته ايش؟ معناته هاي مش انتيلز تريك هاي وحط ولعيدها عيدها هلا اذا بتتذكروا هون قلت لكم انا بسال انا هاي عندي نولج بيس مش ليكوين انتبهوا هاي نولج بيس هذا بس مثال كيف اتحول هلا لو انا عندي نولج بيس طويله وهلا بسالك سؤال وعندك بجيب لك سؤال الفا يعني بقول لك هل النولج بيس هاي انتيلز الفا؟ هلا كيف انا بدي اثبت؟ بروح بحول النولج بيس لا شيء بيشبه بهذا الشكل واضح؟ انه هو شيء بيشبك مع شيء
انه في عندي اذا بتتذكر شو قلنا مثلا هاي لما بتكون هاي conjunctives هاي conjunctives يعني بينهم of this conjunctives يعني بينهم هو بعدين بصير اشتغل هلا اللي بقوله انا عشان نقول نفحص انها knowledge base امتاز الفولة نحط اول اشي knowledge base بهذا الشكل بعدين بنحط نقط الفا ونبلش نشغل يعني نحول النولج بيز ونحط نط الفا ونبلش نشغل هلا اذا طلع عندنا كونتراديكشن يعني صف عندي في الاخر مش كل هاي يعني بين ام اشي مثلا هو لحاله واشي ثاني او نط نجيشيت نجيشيت له اه اعطيك مثال هاي الحاله معناته طلع كونتراديكشن اذا طلع كونتراديكشن معناته ايش؟ معناته اه النولج بيس انكسر اذا ما قدرتش يطلع كونتراديكشن معناته النولج بيس داز نوت ديتا هذا الالغوريثم خلينا نشوف هاي عندي النولج بيس لو في وقت كان خليتكم تسووها انتم لحالكم هاي عندي النولج بيس وهاي عندي ايش؟ بقول P implies Q مع بعض implies Q و P implies P ومع بعض implies R وهذا ما جرى هلا وهي ألفا بقول لك هل هاي النولج بيز انتيرز ألفا تقدر تجاوبني شو أساوي كيف هذا كيف نحول هذولا تعرف أعطيتهم الطريقة مظبوط أعطيتهم الطريقة هلا ها عندي سكبسي بيطلع ايش؟ عندي هاي اول وحده هاي ثانيه سوري لحد اذا بتجرب البيت تحول هذول لكونجكتيف نورمال فورم بيطلع عندك بي بين قوسين بي اور كيو ام بي اور ار ام نوت بي اور ار ام R or C أنا حطيت من إيش بس؟ تحت بعض هذا نسمي resolution table واضحة لهذه النقطة؟ واضحة؟ واضح شو بساوي؟ بعمل واضح؟ في سؤال؟ ما حدش تردد يسأل شو؟ فيش سؤال غير في جواب هاي القاعدة هاي النولج بيس طيب شو اسوي هسه؟ كفر شو اسوي يا كفر؟ طيب جاوب ها؟ ضيف نقطة ألفا اللي هي كان شو رأيك يا مثلي؟ موافقة يا إمام؟ ما أدري فبنضيف بنقول إيش؟ هاي النولج بيس حولناها هاي شكلها أول سنتنس سوري في معنى هاي اول سنتنس حولناها هو ثاني حولناها هو وهاي السنتنس عملتها ثلاثة كونجكتيف حطينا بعدين ايش طيب هلا هات نشوف هات نشطب اشي مع اشي اول شيء نط ال ايش نط ار مع اعطينا الرقم مع اربعة يعني اربعة سبعة اربعة ايه سوري يعني هاي مع هاي شو بتطلع؟ اس اس طيب هاي 4 و7 فعلا طلعت شو طبنا؟ هلا واس مع نط اس مع 6 واس مع 6 مع نط اس مع 6 نط كيو يعني 8 و 6 مظبوط طلعت نط كيو ونط مع 9 ايش؟ 9 مع 1 شو بضل؟ بي بي مظبوط 10 مع 3 مع 3 نجرب والله مظبوط ايه ار معناتها اذا كونتراديكشن هاي وهاي لبعد عنده كونتراديكشن معناته معناته هاي النولج بيس ار انفيرس شايفين هاي كيف طريقه الريزنينج هاي ها واضحه في عندي مثال ثاني هو المثال هلا بقول لك انا بي 1 1 اف اند اونلي اف بي
1 2 or P 2 1 يعني معناته في بريز في واحد واحد اف هذا هي القاعده هيك انا جيت العب انا هون بتلعب في عندي قاعده شو بتقول القاعده انه اذا في بريز هون معناته في ميد وين بتكون هون او هون مزبوط مش هيك معناها يكسر هون او هون مزبوط هلا انا شو بقول لك فيش بريز هون هلا انا بسالك سؤال بقول لك هل في هذا الوضع في هاي القوانين الموجودة أو في هاي knowledge base هل not one B one two محلولي هون هلا طلعوا هاي الفرق بين الكتاب بيستعمل هاي الطريقة أنا شخصيا ما بستعملش للتابل هلا هاي الطريقة هاي knowledge base جبنا حولنا هلا conjunctives sorry the disjunctives فهي صارت conjunctives و disjunctives مزبوط of literals حولناها هلا لما حولناها بتعرفوا هذا الشيء بصير يشتغل مع الشيء وبالاخر بيطلع عندنا not be و be نفس جربوا على طريقة التابل نفس الشيء يعني هذا الشكل الثاني واضح الكلام يعني عندي سؤال لحد هون طيب هذا مثال اللي بتحلوه في الدار ها شو اللي بدلته؟ هذا عشان نحلو في طيب هلا هاي الكومبليتنس انه كي اثبت لي انه كومبليت كيف بدك تثبت لي كومبليت شو اسمه؟ سوني سوني كيف بدك تثبت لي انه هاي الطريقه شو اسمها اللي كنا نحكي عنها؟ ريزوليوشن انها كومبليت تقرايها من؟ الكتاب هلا انا ما بدي ايش الماء يعني بطريقه فورمال بس الانتيوشن تبع الالجور تبع البروف الانتيوشن تبع البروف مطلوبه لحد هلا نيجي للفورورد والباكورد تشيك طيب هلا ريزوليوشن شو مشكلته هو صح ساوند اند كومبليت بس ايش فاليد شو الحل؟ هذا نفكر بطريقة رابعة نفكر بطريقة رابعة طريقة رابعة بس الطريقة الرابعة هي حالات معينة بنقول إذا النولج بيس عندها شكلها بنسميهم هورن كلوزز هاي نسميها هورن كلوز شو يعني هورن كلوز؟ إنه بيكون عندي ماكسيمم ات موست 1 بوزيتيف ليتر يعني ايه؟ One positive letter يعني منقول اللي بدنا اياه مش مهم بس انا بقول اللي بدنا اياه بس ماكسيمم 1 بوزيتيف ليتر فهاي هاي هورن كلوز بس واحد اه هاي هورن كلوز اه بس واحد اي بس الايه ايه طيب هان ما ما هي هان هاي اه سوري ما هي كلها طيب ما هي نط هي بدل هاي نط اور كيو شيك صح ولا لا؟ شو اسمه؟ محمد طلع محمد هل هاي هون كلوز؟ هم قالوا لا ليه؟ محيط إذا بنحولها بتصير يعني بمعنى آخر يا شباب هاي مش هاي لا يعني بمعنى آخر إشي إمبلايز شايفين هذا هو اللي بندور إذا سويناها هيك نقدر نكتب برنامج صغير نعمل جراف داخل الذاكرة إيش؟ يعني بقول اذا اليوم الدنيا مر واذا مش هذول بروبوزيشنز خلينا نقول بي اور كيو ام بي امبلايز كيو وكيو امبلايز مش عارف ايش و زي جراف صح فالفكره هون الهورن كلوز اذا نحول النولج بيس لا دايركت جراف فهمتوا علي كل نود بتكون زي هيك فهاي عمليه احنا
عندما هاي انها بيكروز على فكرة عارفين شو بيساوي؟ احنا بنحول هاي الى امبليكيشن مش العكس. بس تعريف الهورن كلوز ان يكون ات موست وان بوزيتيف ليترال موافقة؟ طيب زي هذا اذا سوينا هيك في ايش نقدر نطبق تو الجوريثمز، واحد اسمه باث فورورد واحد اسمه باث فورورد تشين، وهذول مش شو يعني؟ لينير. واضح؟ طيب هذا الكونفور اي فيل سليبي، هذا بنجربها اي فيل سليبي انا، اف اي فيل سليبي ذن اي ام هابي، اف اي ام ات هوم and heating, sorry, if I'm at home and heat and heat, the heating is on, then I feel sleepy. Then I feel sleepy. If I'm at home and it is snowing, then the heating is on. If today is holiday and I feel sleepy, I'm at home. If today is a holiday and it's snowing, then I'm at home. But wait, wait, wait. Today is a holiday. It is snowing. I'm happy. جاوب هاي سوري أنا مركز على صرت أعرف أسمائهم بحاول أحفظ ولا لا؟ هل اللوجيك بيس؟ هيك السؤال لاحظ اللوجيك هاي كويري لما نقول هل هاي ولا لا؟ يعني شو؟ هل اللوجيك بيس؟ بيس ألفا؟ هلا طلع عليه عارفين هو شو كان كيف كان بفكر؟ عارفين كيف كان بفكر؟ كان برسم في هذا مزبوط؟ شوف كل وحده ايش بترجع هاي هي فهذول هورن كلوزز بنرسم منهم لقرا طلع هلا هذا بفسركم هاي بروبوزيشن وهاي بروبوزيشن هلا اذا هاي هذول طلع لما بنحط هاي بنسميها ام بنسميها ام بس اذا هاي اور يعني اي ام ات هوم في حالتين يا اما اتس سنوينج ام اتس هوليداي او اتس هوليداي ام ات بيست شفتوا كيف فكروها؟ فلما نجي نعوض هذا شو؟ هاي بنسميها الان جيت وهاي اور جيت وهاي الكويت فشو بنقول؟ نبدا It's holiday مثلاً، ها؟ And snowing. And snowing. هذا هاي سكرت. فا؟ أوكي إن هاي صارت أم أتكم. هلا هاي تحققت وهاي تحققت إذا هاي تحققت. هاي تحققت وهاي تحققت إذا هاي تحققت إذا هاي. جبتوا كيف؟ هلا forward chaining is sum and only for بس كل شيء ممكن نقدر نسوي هورن كلوزز؟ لا مش كل شيء نقدر نسوي بس هاي هي سام وخمسين طوليا بس مش كل شيء ليش فورورد اسمه؟ جبت رجع عشان هلا بجاوب هلا هاي واحدة ثانية هاي اللي بدي افكر فيها بنقول في عندنا ايش؟ حيوان اسمه فريز احنا نعطيك انه هي كروكس اند ايتس فلايز ها سبوز ذات ذا جول از تو كونكلود ذا كلر ما نسال شو ايش؟ لون وما نقول اف اكس هيك علم الفلسفه اف اكس كروكس اند ايتس فلايز ذن اكس از ا فروغ ترجمة بالانجليزي وهذا المجال هاي بفكر فيها بس عشان تستوعب بتشاب في البيت تسوي مش مهم هلا اجاوبك على سؤالك ليش فورورد هاي تورتيكي ليش اسمه فورورد؟ لانه بالاخر نسبه الكونكلوجن اللي المطلوب لانه بنبدا باتجاه الكوير هلا هات ليش هسا؟ نرجع رجوع بلش بالكوير هلا انا هاي هلا بدنا نبلش من ورا خليني بديش اقرا نرجع لبعدين هاي عندي الكويري هلا منين ببلش؟ من فوق. ببلش من فوق، ليش ابلش من تحت؟ وبعد هذا انا من الرسم.
هاي عندي النولج بيس وحولتها لجراف زي هيك. فانا عندي هاي هلا شو لازم تحقق؟ شو هو؟ ام و ام مزبوط؟ ولا انا مش شايف؟ ام و ام ها؟ كلهم معلش لا مش كل الشرط كل شيء ممكن انت في عندك 20 واحد مش كل يتفق مع الاثنين لاحظ بالفوق في الفور بورد بدي ابدا من كل النولج بيس واطلع فوق هلا هون اذا عندي هان شو بساوي؟ عشان اثبت هاي بدي كمان هاي وعشان اثبت هاي بدي هاي بس هاي بجيب عليها فعندي هذا الاثنين فجينا على هلا فمن هون يعني بصير ارجع رجوع العكس هاي مثال راجع العكس تقرأوا في البيت بديش انا اضيع وقت كثير عليكم تقرأوا في البيت هلا شو فكرة الفورورد تشينينج كمان مرة نسيت نتالي شو فكرة الفورورد؟ انه كل شيء فايل شيء تحوله لجراف وتمشي عليها حسب ايش من وين بمشي؟ من تحت من الداتا من كل الفاكس وبشوف هل لاحظوا بجوز يطلع عندي نتائج كثير بس واحدة منهم لازم تلقى ايش؟ الكويري النود اللي انا رايح عليها مظبوط؟ والطريقة الثانية بنزل من الكويري بقول شو اللي بحقق الكويري؟ يعني ارجع للمثال ارجع للمثال هذا لو بدأت أنت أبدا أقول أنا بس الآن هبي شو بساوي؟ بقول شو اللي بخليني هبي؟ يا إما أنا أنا أكون سنيني طب شو اللي بخليني سنيني؟ أنا أكون في البيت أكون في البيت أكون طيب هلا معناتها هذول حققت اذا هذول حققت معناتها طيب هم صح طيب عشان احدد الهيتنج اون بيكون اي سنو فبدها تكون اي ام ات هوم اتس سنو واتس سنو ما طيب اتس سنو وين هو اتس سنو اذا انا شو احقق اي ام ات هوم اي ام ات هوم معناته انا في سليبي هون في اور فبنزل من ايش من فوق هلا اذا فوق اذا 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 سوري اذا الفورورد بطلع والباك وورد بنزل هي نفس الجراف فهمتوا علي؟ هلا انا بدي تتناقش قدامي الامثله خليها انتم تقراوها بصراحه في البيت ناقشنا عليها وقت كثير لانه في شيء ثاني هاي جراف هاي رصد ثاني وبسويها في البيت وعلى فكرة هذا المثال هو مش مظبوط سوري هذا هو على الفيرست اوردر لوجيك مش على البروبوزيشنال لوجيك ويل بس بهاي الحالة نسوقوا من هذول نسوقوا من هذول طلعوش عليهم واعتبر انه هاي بروبوزيشن انها بروبوزيشن كامل طيب شو الفرق بين الفورورد والباك وورد؟ كلنا هذا بيطلع وهذا بينزل غيره ها سبيس وصلت النتيجه واحده كيف الفورورد وصلت النتيجه واحده بس الباك وورد وصلت اكثر من نتيجه مين بيكون الجزء الصحيح اللي انت بدك اياه الفورورد بده يصير لي نتيجه واحده بس للجمله النتيجه اللي بدك اياها الكويري والباك وورد ممكن يعطيك اكثر من كويري من جزء منهم كل شيء اللي ممكن يحل لي اكثر من كويري العكس هلا انت 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 من تحت طالعه بتروح بتصير اكثر من نون واحد منهم لازم يكون ايش؟ تكوين هلا بالباك وورد انت بتروحيش الا على النوتس اللي بتعمل اللي بتخليك كونكتد معنا يعني تقطعي مسرع او
هلا من فبالباك وورد بس هون خلينا نقول الاي بي شرحناه وهذا هو المستعمل الفت الباك وورد هو المستعمل البرولوج المستعمل بالمناسبه ها واللوجيك بروجرام الاهم شيء انه في عندي دائما مشكلتين انه دائما في عندي ايش لوبس فتشيك عشان تو افويد لوبس تشيك اف نيو سب جولز از اوريدي اون ذا جول ستاك وعشان ما اسويش شيء سويته تشيك اف نيو سب جول has already been proved true or has already failed. هذولا لازم تاخذهم معنا الاعتبار. هلا الفرق بين هذول الشغلتين يعني مين احسن الفورورد ولا الباكورد؟ زي ما حكيت هلا الباكورد الباكورد عشان شفتوا المثال تبعكم انه هو بروبلم سولفينج المثال اللي انا ورجيته. بس كمان عندي داتا بيس واقول لكم اعطيني كل الطلاب اللي دفعوا الكست الفصل ده انا احسن باك وورد ولا فورورد؟ ليه؟ بالضبط من نفس الكويري بقى اوصل اكثر من هذا فهذا نسميه لما تحارب الداتا دريفن مظبوط؟ هلا بالباك وورد وين منيح؟ لما انا بدي في بروبلم سولفينج زي وير از ماي او اي ام هافين اور نوت او في كيف انا الكومبلكسيتي للباك وورد از ماتش ليس ذان لينير ان سايز اوف ذا نولج بيس يعني كيف انه افرض انه عندي النولج بيس فيها مليارات البروبوزيشنز بجوز انا اسال سؤال استعمل من هاي المليارات بس خمس ستة بروبوزيشنز لان ايش برجع في الفورورد كله بس في الداتا دريفن احسن لان مرات ممكن اسال كويري وبدي الجواب ليست طويله جدا فبوصلهم كلهم مره واحده في كويري واحده هلا خلينا نلخص محاضرة اليوم ومحاضرة المرة الماضية. خلصنا بروبوزيشنال هاي آخر سلايد. فقلنا إنه لوجيك ايجنتس ابلاي انفرنس طريقة الاستنباط أو الاستنتاج عشان نقدر نستنتج معلومات جديدة فوق النولجز. وأخذنا شو يعني سنتكس للوجيك عرف أعطيكم السنتكس تبع البروبوزيشنال لوجيك It's a formal structure of sentences. طيب شو السيمانتكس؟ المفهوم والدلالة. السيمانتكس هي الترجمة العربية. طيب شو يعني؟ هي بالضبط truth of sentences. إنها true ولا false. كيف؟ منشوف إنه إلها موديل. هل يمكن كالها موديل ساتسفاي بالإنترنت؟ ولا مش ممكن كالها موديل؟ شو يعني انتيلمنت يا ابراهيم؟ اذا عندنا مش كويري اذا عندنا فاكت انتيلز نولج بيس معناته الفاكت از ترو وذر ذا نولج بيس فبنحكي على الميجن يعني نيسيساري تروث اوف وان سنتنس جيفن انذر هيك طيب الانفرنس ما سالتيش اليوم شو اسمها؟ هيثم شو يعني الانفرنس؟ داشلو شو يعني الانفرنس؟ اختلاط يعني اني بقدر اقدر اعمل اشتاق جملة من جملة درايف سنتنس فما هذا؟ وضحت؟ ساندس انه الى اخذ الجواب كل الجواب صح طيب كومبليتنس الجواب عن الدنيا هذا ريزوليوشن ساند كومبليت بس شو مشكلته؟ فيري الباك وورد والفور وورد لينير كومبليت بس هلا شو مشكلتك اصلا كل بروبوزيشن اللي جاي
بنقدرش نحكي كل اللوجيك اللي درسناها ضعيف. فالمحاضرة دي شو بنساوي؟ نكوي. شو نكوي؟ بدنا نشوف واحد أقوى. شو هو؟ الفيرست أوردر لوجيك. وشو كمان بنساوي؟ ونشوف الإنفرنسينج ميثودز. في سؤال؟ شوي ما خلصناش، أنا بدي أسأل. في سؤال؟ مش معقول. فيش أي سؤال من هذا؟ كله مفقود؟ سهلة؟ كم بقى اللي معلومات؟ لا. هلا أنا بدي بصراحة أحكي نص دقيقة عن المودلز. اللي فكرش في المودلز لسه ما مخه بلش يفكر تروث تبع السنتس، ما بلش يفكر فيها بالمودلز مش حيفهم. المودلز الكتاب بشرحهاش منيح، بشرحهاش بحكي عنها يعني الكلام مش مفهوم على كده. فا وكل السلايدز الموجودة عندي مش كلها بالكتاب، فالمطلوب الكتاب زائد السلايدز زائد الحكي اللي بحكي اللي مش مكتوب في السلايدز بس بترجمها. هذول الثلاثة ريدنج ماتيريال. طب انا هسا اخر شيء، شو ممكن اجيب اسئله على ماده اليوم؟ يا هلا كنت عم يعني لو انك انت استاذ ولازم تكون ذكي وبدك تكلم الطلاب مش تجرمهم، شو بتجيب؟ بس بدك تكلم الماده. جبنا نولج بيس وزي المسألة فقلنا جبتها يعني بأني طرق فورورد إذا هو مجوز بفورورد أو بالبورد. لا مش لا بعطيك نولج بيس وبقول لك شو بيتها. لا بيتها بالطرق نيوريشن كل الطرق بالترتيب ورولز إنفرانس رولز ريزوليوشن فورورد وباك وورد بالاربع طرق. هلا اجيب لهم بي امبلايز كيو ولا اجيب لهم جمل حولوها هم الى بروبوزيشنز ويثبتوا؟ شوي نجيب لهم جمله نقول هيك بالناتشرال لانجويج واقول لهم ثبتها اثبت لي انه مايا نوت هابي وانت ايش بتروح بتحولها لبروبوزيشنز وبعدين بتحولها اذا بدنا ريزوليوشن نحولها ايش؟ كونجنكتيفز اوف ديسجنكتيفز اوف ديسجنكتيفز. طيب شو كمان اجيب؟ شو المفاهيم اللي اجيبها كمان؟ لا هلا تطبيق والسام خلينا نقول فلسفه والمفاهيم يعني انه بدك تعرف شو انو انفرنس رول كومبليت واكسبوننشال وسام وبارابايلر. بس في شيء ثاني هذا عاده بنكيسه بعرفش كيف ترو فولس الى اخره حسب بخربشك بطريقه ما. شو يعني موديل؟ هاي صار شو يعني؟ انا ما بديش اعرف انتبهوا فيش عارف ما بتشوف مرات بجيب هالكلمه صغير بس في عندي افكار خفيفه بس في امتحانات بسلمش بالمناسبه. فبدك تفهم شو يعني موديل شو يعني ساتيسفايبل عن جد بدك تعرف. هذا هو بس بدي اتعلمه مش شيء. خلصنا المادة 100 يعطيكم العافيه.